السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أول موقف لصنعاء من التدريبات الأمريكية السعودية، وإلى التفاصيل. أعلنت حكومة صنعاء موقفها من التدريبات السعودية الأمريكية المشتركة في مدن سعودية. وقال محافظ ضمار وعضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثيين في اليمن محمد البخيتي في تدوينة له على إكس: هدف أمريكا من تدريبات قواتها البرية والبحرية على استخدام شبكات الطرق والبنية التحتية في السعودية والإمارات هو تقوية الخطوط الدفاعية لإسرائيل استعدادا للمعركة الشاملة، مضيفا أن مسارعات بن سلمان لتوظيف إمكانيات بلاد الحرمين البشرية والمادية لصالح أمريكا يحتم على أبناء الجزيرة التحالف لإسقاطه. من جانبه أبدى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي موقفه من هذه التدريبات قائلا في تدوينة له على إكس: خط الدفاع الأول عن مكة والمدينة المنورة على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتسليم إزالة الكيان الغاصب عن القدس وفلسطين، هذه هي المعادلة، وهذه هي ما يجب على السعودية على سعودية خادم الحرمين تجيش الجيوش لمعركتها، وليس اليمن، مخاطبا الملك السعودي وعليه إرسال أنظمة الاعتراض إلى سيناء وتفعيلها لاعتراض ضيران العدو الكيان الإسرائيلي لاعتراض ضيران العدو الكيان الغاصب من قصف غزة وأطفالها بدلا من الاعتراض لصواريخ وطائرات القوات المسلحة للجمهورية اليمنية المشاركة في الهجوم على قتلة غزة وشعب فلسطين. وكانت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي نشرت في 16 مايو الماضي صورا مع قوات سعودية خلال تدريبات الغضب العارم 24، وذلك في تدوينة على صفحتها في منصة إكس، حيث قالت القيادة المركزية في تعليق على الصور: شارك بحارة من البحرية الأمريكية ومشاة البحرية الأمريكية وأفراد من القوات المسلحة الملكية السعودية في قافلة طويلة المدى لنظام المركبات التكتيكية المستقلة لتغطي أكثر من 130 ميلا من القيادة الذاتية بالكامل كجزء من تمرين الغضب العارم 24. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.